السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادينا بنجرب الـ AI او الذكاء الاصطناعي مع شركة ادوب، هي منزلة فاير فلاي ودي كلها هتبقى موجودة قريب جوه الفوتوشوب. فهنقول له نيكست وبقول له اي اكسبت. تمام، انا لما دخلت على الصفحة قال لي انت هتخش في الويت ليست، فكتبت الايميل ودلوقتي بقى من حق ان انا استخدمه. تكست تو ايمج، تمام، ممكن تقول له جنريت. فانت اي حاجه هتكتبها هنا، تمام، هيبدا يكون لك الصوره اوتوماتيك. تمام، اي حاجه انت عايزها اللي هو تحويل النص لصور. تمام، طيب لو انت حتى خدت التكست دوت، تمام، من اي واحده وقلت له انا عايز الصوره، هو بيكريت لك صوره تانية خالص لان هو مش بياخد كوبي بيست من حاجه. طيب بيقول لك بقى انت عايز فوتو ولا نان ولا جرافيكس ولا ارت ولا الستايل عايزه ايه بالظبط. بدا يعمل لك الحاجات وانت ممكن تقول له لا ده انا محتاج ايه، بلاك اند وايت، كولتون مثلا، اللايتنج عايزه بالشكل الفلاني. تبدا تعمل اختيارات حطهم لك هنا وتقول له جنريت، فيبدا يعمل لك الصور حسب الاختيارات اللي انت عاملها. تمام، دي ممتازه جدا واكيد هيحطوها في الفوتوشوب وهيحطوها في ادوب بريمير وهكذا. طيب تعال نجرب بقى تكست افكت. تمام، طيب عايز اكتب مثلا تكست افكت، تكست مثلا، طبعا اكيد بالانجليزي. طيب وبعد كده ديسكرايب ذا تكست افكت، عايز تخليه ايه مثلا، اشجار مثلا، واقول له جنريت. هو برضو مديك مؤثرات اهوت، فلاور وسناك وحاجات حلوه والتكست افكت. واو، لا ومديك كمان ان انت تقدر تغير الحرف يبقى عامل ازاي. لا لا خطيرة. مستقبل مباشر.